الاستاذ عون دريس اليوم عم كشف له بمسيره المحبه والتسامح بابلين، مسيره اللي شارك فيها المئات من اطفال القريه واختتمت ببرنامج احتفالي، احكي لنا عن هاي المسيره. طبعا المسيره هي بالاساس مسيره مشي رياضه لتشجيع الرياضه وممارسه المشي، وكمان الهدف الاساسي تبعها هي تحت عنوان المحبه والتسامح بهدف تجميع أكبر ما يمكن عدد من طلاب عبلين يتجمعوا تحت سقف واحد تحت عنوان المحبة والتسامح. هذا المسير بتستمر طبعا لعدة برامج اللي بيعملها المجلس المحلي وتحت رعاية كمان وزارة الرياضة والثقافة، وكذلك منظمة المياه مصريف المياه منطقة شفا عامر، طبعا هم اللي داعمين هذا البرنامج اتحاد المياه منطقة شفا عامر. اتحاد المياه بعبلين ناقص كتير برامج، والهدف هو تشغيل وتفعيل جميع شعبات المجتمع من أطفال لكبار. عشان هيك في عندنا كمان بكرة اختتام دوري كرة القدم المصغرة، المباريات النصف النهائية والنهائية. طبعا هذا إشي كتير منيح، ونشكر كل الهيئات اللي دعمت وكل الجمعيات الشعبية اللي اشتركت في عبلين، ونتأمل إنه البرامج هاي تصبح تقليدية كما هي كانت، وإلى الأمام إن شاء الله. شكرا لكم.